منظمات حقوقية محلية الرئيس اليمني والحكومة بوضع حد لما وصفته بنهب أراضي الدولة والمواطنين في مدينة الحديدة والمناطق المجاورة لها من قبل نافذين. من جانبها قالت السلطات الأمنية في الحديدة إنها بدأت فعليا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحماية أراضي مطار المدينة. أراض شاسعة في حرم مطار مدينة الحديدة الدولي غرب اليمن نهبت، والفاعل قوات حكومية كانت تتبع النظام السابق، أمر اضطر الحكومة اليمنية لأن تصدر أوامر بإزالة كل ما أحدث في أرض المطار واعتقال المعتدين عليها وإحالتهم إلى القضاء. للأسف الشديد أنه الوحدات التي ينبغي عليها حماية المطار هي التي أخطأت في حق المطار، والتي قامت ببسط الأراضي بصورة عشوائية. عندهم مبررات وعندهم اطروحات انه التجار اخذوا الجوانب الاخرى واحنا ناخذ الجانب الداخلي. هذا المبرر اصبح لا شيء بعد ما قمنا الان بعمل تسوير للمطار. منظمات حقوقية محلية رصدت كثيرا من الاعتداءات على اراضي الدولة واراضي المواطنين ارتكبها متنفذون في الحديدة والمناطق المجاورة لها. مجموعات متنفذة محسوبة على النظام السابق واركانه بنهب الأراضي العامة والخاصة. الأراضي التي استولى عليها المتنفذون يعود بعضها لمنشآت اقتصادية أو حكومية، بينما يعود بعضها الآخر لمستثمرين، وهو ما يؤثر في تدفق الاستثمار بالمدينة الساحلية. لدينا وثائق تثبت بأن هذه الأراضي سيطروا عليها متنفذين وقادة وعسكر وضباط يجوا ينهبوا حق الناس، وفي النهاية لا تستطيع الدولة أن تعمل معهم حاجة، وبالأخير عادوا كمان بعد ما يسيطروا على هذه الأرض يقوموا بأنه يروحوا لمكتب أراضي وعقار الدولة، مكتب أراضي وعقار الدولة يقوم بتعميدها وذا، ويصبح الأمر رسمي على الرغم أنه في الأصل كانت منهوبة. مطالب سكان الحديدة بحل مشاكل الأراضي دفعت الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى الشروع في تشكيل لجنة خاصة لحل هذه القضية. نهب الأراضي والاستيلاء عليها أصبح مشكلة صعبة لا تخص منطقة بعينها، لكن محافظة الحديدة تأتي ثانية بعد مناطق الجنوب من حيث عملية الاستيلاء التي طالت أراضي الدولة وأراضي المواطنين. أحمد الشلفي، الجزيرة، من مدينة الحديدة اليمنية.